يعني يأثر بالشكل الإيجابي على أداء أفشة. ما أنا بقول لحضرتك هو كابتن عارف اللعيبة، وفي نفس الوقت هو معاه مدربين. أوه. كل واحد ليه المهمه بتاعته. عنده حد بيحلل الاداء، عنده حد بتاع لياقه بدنيه. فطبيعي ان الناس دي لما جت، وكان واللي انا عارفه ان هو كان بيعمل كل شويه اجتماعات مع اللعيبه. أيوه. وكل شويه بيتكلم مع ده وبيتكلم مع ده، وعارف هم يعني كان في اجتماعات كبيره جدا، وكان بيتفرجوا على ماتشات، واكيد درسوا الوداد كويس، زائد ان هو اوريدي عنده خلفيه عن الوداد وعنده خلفيه عن اللعيبه، وشاف اخر ماتشات اللعيبه اللي موجوده، فشاف مين اللي في حالته، مين اللي بعيد، مين اللي يستنى شويه، مين اللي كان بيلعب وحاسس ان هو مثلا يعني لا مش هيبدا بيه دلوقتي. هو اكيد عارف، واكيد معاه طبعا كابتن سامي قمصان ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ، الجهاز مهم جدا يكونوا موجودين، واكيد في تواصل بينهم. فاعتقد ان الراجل فتره بسيطه قدر يلعب، ثبت التشكيل اللي هو فات، غير واحد او اثنين. اعتقد بدا بمروان وباديو كان بيلعب اساسي، قفشه كان بيلعب بس كان عليه ضغوطات، قدر يتكلم معاه، خرجه من بره الضغوطات دي لانه عنده خبرات كبيره جدا. فاعتقد ان كمان قفشه توقيت بسيط، فرق توقيت صغير، لان كمان هو بلغه الكره كده عدل الملعب شويه، يعني في وقت من الاوقات كان طبعا، خلينا نتكلم فتره فايلر كانت مميزه جدا قبل كورونا، بعد كورونا كان في شويه لخبطه وتغيير في شكل الاداء، ودى يعني قفشه ناحيه اليمين شويه، حتى ديانج لعب ناحيه اليمين، فكان في لخبطه، وكان اداء النادي الاهلي مش هو الاداء. فعشان كده كنت بقول لك كان في شويه قلق، لان الجماهير كانت قلقانه من مباراه الوداد بشكل كبير. لكن انا بعيد كلامك، لان كمان تحس ان قفشه خد راحته شويه، يعني اداله مساحه اللعب، اداله البوزيشن اللي هو حبه. كمان الجون اللي جابه ده اكيد زي ما انا قلت قبل كده كان بتعليمات، لان الضغط من قدام دوت ده لازم يتقال رقم 10، ده لما يكون الكره مع سيرد باك لازم انت تضغط، فضغط. فكلها امور زي ما انت بتقول يا امير بتحسسنا ان احنا قدام مدير فني فاهم شخصيه النادي الاهلي، وباذن ده ينعكس ليه ان شاء الله لنهايه المشوار اللي ان شاء الله ليوم 6 نوفمبر. خلينا نتكلم على جزء مهم جدا، واحرص